اليوم شركة فورتنايت بالغلط نزلت صورة جديدة على البلايستيشن 4 لاحظها بعض الناس، وحاولنا نجيب الصورة وقدرت جيب الصورة بدقة عالية وطلعت الصورة صحيحة 100% وما لا قديمة ولا لا فيك أو مزيفة. بدنا نحكي على سكين ستيف، شو ارتباطه بهالقصة وشو دخله في فيديو قديم من سنة بتسريبات هلأ أو تلميحات هلأ بالنسبة لسيزون 3 شابتر 2. فهلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. مثل ما بنعرف احنا فورتنايت قصتها دائما مرتبطة ببعض، وبنعرف احنا بالشابتر الاول انه اجا فيزيتور وهو اللي دمر الماب، هو اللي دمر تلتد الله لا يسامحه، هو اللي اخذنا على ماب جديدة، هو اللي عمل معنا كل هذا الشيء كله من ورا فيزيتور ومن ورا جايته من الفضاء هو وايام السيزن الرابع. فهلا بدنا نحكي بالنسبة لهي الصورة، شو شفنا بهي الصورة وشو الاشياء الجديدة اللي احنا شفناها وشو رح يصير لما احنا شفنا هالتلميحة. مثل ما بنعرف احنا اليوم الستور تبع البلايستيشن 4 لما حدا فتحه او شخص فتحه موثوق نزل هاي الصوره على تويتر وحكى عليها انه هيك طلعت، وحاولنا نجيب الصوره بدقه عاليه وفعلا اجت الصوره بدقه عاليه مثل مظهر امامكم. هاي هي الصوره، بس هاي الصوره فيها كتير تلميحات واشياء بتعود لسنه من هلا، يعني بتاريخ قديم جدا لحتى احنا شفنا هالتسريبات. تاريخ 21/6/2019 نزلت شركه فورتنايت على اليوتيوب فيديو مثل مظهر امامكم يلي هو عباره عن سكن ستيف. احنا كلياتنا نعرفه ستيف بس هو اسمه جونسي، بس خلينا نحكي عليه ستيف. كلياتنا بنعرف هذا السكين، وهذا السكين فيه عليه عدة ارتباطات بالنسبة لنا لهذا الشابتر وللشابتر القديم. خلينا لأول شيء نحكي عن هذا الفيديو. هذا الفيديو يا شباب نزل معنا بهديك الفترة 21/6، نزل معنا ستيف هو وكان قاعد بجزيرة، وهي الجزيرة ما فيها أي شيء غير صحراء، يعني مثل رمال صحراوية على هي الجزيرة، وفي ثلاث شجرات. هدول ثلاث شجرات الناس صاروا يحكوا عليها ويتمسخروا عن طريق تويتر والفيسبوك إنه مثل جزيرة سبونج بوب بالضبط. بس هلا شو دخل سبونج بوب مثلا فورتنايت؟ أنا بالنسبة لي هذا الشيء من عندي، تحليل من عندي، شركة سبونج بوب بدها تنزل لعبة جديدة وفيلم جديد خلال هاي السنة، وممكن هو يكون خلال هذا السيزون. فممكن فورتنايت عملت تعاقد جديد مع سبونج بوب انها بدها تعمل له عرض مثلا، لانه احنا شفنا هاي الصورة ونفس الجزيرة بالضبط وبتشبه الجزيرة تبع الفيديو القديم جبت لكم اياها بصورة اوضح. بس مثل مظهر امامكم هي الصور كلياتها بالنسبة للقديم والجديد. شفنا احنا كتير اشياء لما احنا يفتح الفلور جان مكتوب على جنبه رموز، عدة رموز من بيناتها رمز اللي هو 12/27 و11/6. شو يعني 11/6؟ شو يعني 12/27؟ 12/27 لحد الان مو معروفه شو هي او شو صار فيها، بس في الشغله اللي احنا لمحناها اكثر شيء اللي هي 11/6 يلي هي نهايه السيزون 2 شابتر 2، يعني رح يبلش معنا السيزون الثالث يوم 11/6 ان شاء الله مثل ما احنا عرفانين يوم الخميس. فهذا الشيء تلميح قوي جدا انه هن بيكونوا رابطين القصه. فهل فعلا فورتنايت او شركه فورتنايت من سنه محددين كل شيء وعارفانين كل شيء شو بدهم يعملوا؟ وبالنسبة لسكين ستيف في عدة أشياء منها مربوطة وعدة تلميحات وبتربطها كلها مع بعض بتشوف صورة واضحة. مثلا هاي الصورة، هاي الصورة من أيام السيزون التاسع. طبعا كلياتنا بنعرف الفورت بات اللي كانت ايام السيزون التاسع انت بتجمعها لحتى تفتح صوره او تفتح ستايلات. احنا لما كنا نجمع الفورت بات بيطلع لنا هاي الصوره، هاي الصوره مثل مظهر امامكم شايفينها كلياتنا. لما ناخذ الفورت بات كلياتها بتظهر هاي الصوره. فيها عده تسريبات كتير، من بيناتها تسريبات الايس كينج، ومن بيناتها تدمير تلتد والوحش اللي له عين واحده اللي ساوى الحدث تبعنا تبع الالي، ومن بيناتها كتير اشياء وتسريبات. بس اكتر شيء احنا لمحنا اللي هي هاي الصورة الزهرة امامكم بالصورة، هاي الصورة صورة الباص وصورة الجزيرة نفسها اللي نزلت بتاريخ 21/6. يعني شو الفرق؟ ايام وقت نزلت 21/6 كان السيزون التاسع لسه شغال، لانه السيزون التاسع بلش معنا يوم 9/5/2019 وانتهى يوم 1/8/2019، استمر 81 يوم. لما استمر 81 يوم بهالفترة هاي بعد شهر تقريبا من بداية السيزون او شهر وعشرة ايام نزلوا هذا الفيديو. هذا الفيديو بدل على شغلة كبيرة انه هو هذا الشيء معنا مرتبط بنهاية السيزون 2 شابتر 2، بداية 11/6 اللي هو السيزون الجديد السيزون الثالث. ولما انت تجي تحكي عن سكن ستيف بتلاقي كتير اشياء مربوطة مع بعض. مثلا هاي الفيديو مثل مظهر امامكم ستيف هو ولابس بدلة، هذا الملف او هذا السكن عفوا موجود جوات ملفات اللعبة. هذا السكن حاليا موجود ملفات اللعبة ولحد الان ما بنعرف شو شغلته ولا ظهر بالايتم شوب. ممكن يكون بده يطلع معنا ايام الحدث، مثلا وقت الحدث انه يصير فريق جديد مثلا نازل معنا مثل الشادو والجوست. لحد الان ما حدا بيعرف، بس ليش هذا ستيف موجود معنا بملفات اللعبة لحد الان ما حدا بيعرف. انت بتجي بتربط عدة اشياء مع بعض. هاي الصورة اللي حركت كل شيء اللي ظهرت على البلايستيشن 4 بالغلط على الستور تبعه، مثل مشايف ستيف طلع معنا بهذا الاعلان، وستيف طلع معنا ايام الفورت بايت. وبتجي بتطلع على ستيف كمان راسم الجزيرة وراسم الباص، يعني كان محصور فيه او كان محبوس بهي الجزيرة، يعني كان محبوس قبل ما ينحبس ايام السيزون التاسع اللي بيعرف هذا الشيء.
فستيف معنا كتير عمل اشياء، وهم شي صارت معنا بهي الصورة اللي احنا جبنا الفيديو القديم تبع يوم 21/6/2019 طلع مكتوب عليها نهاية السيزون اللي هو 11/6 بهي السنة، يعني نهاية السيزون 2 بداية السيزون الثالث تبع الشابتر 2. هلا خليني احكيكم عن شغلة تانية كمان، انه هذا الفيديو ما في اي شيء غير المي، ما في غير مي حاليا وشوية رمل، هذا الشيء بدل على انه السيزون القادم كلياته مي، وبنتوقع من هاي الصورة اللي مسربة للجزيرة اللي انا تقريبا ما صدقتها لانه كتير بشعل حتكون الماب، بانه هاي الجزيرة اللي حتكون معنا خلال السيزون الثالث. في ناس كتير اتفقت على هذا الموضوع بعد هاي الصورة انه ممكن تكون معنا الجزيرة فعلا بالمي، وفي اثبات تاني جوات ملفات اللعبة انك انت لما تفك ملفات اللعبة بتلاقي كود مكتوب اندر ووتر يعني تحت المي، وتسرب معنا شكل جديد للسباحة تحت المي، وسبحنا عند ترافيس كوت، كلاتنا بنعرف عند حدث ترافيس كوت شلون سبحنا تحت المي. كمان في شغلة جديدة نزلت بالتسريبات ملفات انا حكيت عليها، شكل الغوص شلون اللي حيكون انت عم تسبح تحت المي، معناتها هذا الشيء بدل على انه الماب رح تكون كلها مي. هذا الشخص صمم شغلة جديدة اللي هي ظاهرة امامكم، عم يعلي نسبة المي وعم يوطي نسبة المي، فهل هذا الشيء بدل على انه لعبة فورتنايت ممكن تتحكم بالمي وممكن تعمل اشياء جديدة بالنسبة للمي؟ وهل ممكن مثلا يزيد معنا المي مثل ما احنا حكينا؟ بس يعني تقريبا كتير صعب هيك ازداد المي. انتو شو رايكم؟ اكتب لي بكومنت هل انت بتحب هذا الشيء مثل مظاهرة امامكم شلون المي عم تعلى وتنزل؟ المتوقع تقريبا 80% الماب تعلى مي، بس في ناس عم تقول انه ممكن يكون من يوم الحدث تبع الدومز داي ليوم نهاية السيزون الثالث بس المي رح تعلى بسبب جهاز الدومز داي اللي رح يعمله بالحدث معنا يوم السبت يوم 6/6 ان شاء الله. وانا ان شاء الله رح نزلكم كمان مقطع تاني قبل الحدث يوم السبت، يعني رح نزلكم يا يوم الخميس ان شاء الله، رح احكي لكم كل توقيت الحدث لانه انا منزل فيديو سريع حكيت عليه عن تأجيل الحدث، رح احكي لكم فيديو جديد ان شاء الله يوم الخميس احكي لكم فيه عن مواقيت البلاد العربية كلياتها، انت بالنسبة للتحديث تبع السيزون الثالث، وانت بالنسبة للتحديث الخاص بحدث الدومز داي، او انت رح نحضر حدث الدومز داي. هيك نحن بنكون كل شيء حكيناه بالنسبة لهي الصورة، ومثل مظاهر امامكم جهاز الدومز داي صار بالمرحلة الاخيرة تبعه وعم يطلع شعرار كتير وعم يطلع كهرباء زيادة، خلص يعني هيك جهاز الدومز داي وصل للاخير وما عاد نقدر نوقف ابدا غير لنشوف الحدث. يوم الحدث ان شاء الله رح يكون يوم حدث خاص بالدومز داي، ورح يصير كل هذا الشيء من جهاز الدومز داي بالخلال الصواعق تبعه، هو اللي رح يفجر الايجنسي مثل ما عم يقولوا بالتسريبات، لانه ظهر معنا تسريبات جديده انه كيف رح تكون شكل الايجنسي، وفي ملفات جوات ملفات اللعبه بتحكي على انه الايجنسي رح تتكسر، وفي بعض الحيطان ظهرت معنا بالملفات انه هي بتكون تبع الايجنسي والايجنسي رح تكون مكسره، هيك رح يكون شكل الايجنسي لو تكسرت فعلا بخلال الحدث وخلال حدث الدومز داي، لانه كلياتنا بنعرف انه طابه الدومز داي او الكره تبع الدومز داي الخاصه بالحدث بتكون تحت الايجنسي تحت الارض ورح يطلع من خلال الانابيب او الكبسولات اللي حواليه الايجنسي. وهيك هلا لحد الان ما في اي تسريبات جديده او اي اخبار، هيك لحد الان كل شيء اخبار نزلت معنا في فورتنايت، فلحنا مستنين الحدث، ومثل ما عم يقولوا الحدث اللي هو رح يفجر الايجنسي وكل شيء رح يصير من خلال الحدث، ما في اي اخبار حاليا وما في اي تسريبات صحيحه، هدول هن كل شيء تسريبات وكل شيء تلميحات معنا لفورتنايت لاخر شيء معنا ليوم 1/6، ان شاء الله صفي لنا الحدث 5 ايام يوم 6/6 الحدث ان شاء الله. توقيت مصر الساعة 8 بتوقيت السعودية الساعة 9، رح نزلكم فيديو يوم الخميس احكي لكم فيه عن كل التوقيت، فانت خليك مشترك ومفعل زر الجرس مشان يوصلك كل جديد وتعرف امتى الحدث. اوعى تروح عليك الحدث لانه هذا الحدث ما تنعاد ابدا، فلو روحتوا عليك ما تقدر تحضره غير على اليوتيوب. فهذا هو كل مقطعنا اليوم، شكرا لك اذا كملت مقطعنا الاخر، كود دعم بالاتم شوب ليمو 9 وبرعاية الله. في نفس الوقت وايت اللي تحتينا سكنه ازرق في واحد تحتنا في واحد تحتنا ما تخليش حد ياخد هول جنبي جنبي هو انا طالع لعندكم وايت انا عايزين طب ايه معي 90 انا خلاص هاتوا اسمهم هنا اسمهم هنا زوم وقفوا انزلوا وراك زبلاين لا زبلاين عد الزلوم ماشي عايش فش واحد هنا
اعتني. يلا حلو حلو. لا 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 عين زين. اطلع 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 طالع طالع. واحد نوك باقي واحد. كوري كوري تحت مقفل عليه. حلو.